أشرف الشيحي وزير التعليم العالي إن اليوم الدراسي الأول في الجامعات المصرية يشهد هدوءا تاما حتى الآن، مشيرا إلى أنه غير مسموح بالتظاهر في ساحات الجامعات بدون الحصول على إذن من رئيس الجامعة. وأكد الوزير خلال زيارته للإسكندرية اليوم للاطمئنان على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، أكد على تنظيم لقاءات مع الطلاب في حوار مفتوح من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية. هنا بمدينة الأسكندرية معنا معالي وزير التعليم العالي. النهاردة فندم أول زيارة لحضرتك لمدينة الأسكندرية، يمكن حرص يعني خارج العاصمة الأولى فندم، تأكيد هذه الزيارة وهذه الجولة. النهاردة احنا بنأكد على أكتر من معنى، بنأكد على أهمية البحث العلمي، لأن رغم أن هو اليوم الأول من أيام العام الدراسي في الجامعات المصرية، لكن احنا بنفتتح حدث علمي مهم ما كانش ينفع ما نشاركش فيه، تأكيدا على ضرورة التشجيع الإبداع والابتكار في منظومة البحث العلمي في مصر. بنتعاون مع الجانب الكوري، خبرات كبيرة بنكتسبها بتنعكس إيجابا على منظومة البحث العلمي. فهذه هي رسالة أولى، أهمية البحث العلمي وأهمية ودور الدولة واهتمامه بها. الرسالة الثانية، أنا النهاردة هلتقي مع زملائي أعضاء التدريس في الجامعة للتواصل حول كل المشكلات اللي ممكن ان محتاجين نتكلم فيها ومحتاجين نجد لها حلول، نتكلم على حوار مفتوح على كل الامور اللي ممكن ان احنا تساعدنا على الارتقاء بمنظومة العمل في الجامعة. بلتقي مع ابناء الطلاب في الجامعة في لقاءات مفتوحة، علشان التواصل مع الطلاب مهم جدا على كل المستويات. فإذا كنت ببدأ أنا اليوم، يبقى المفترض أن كل السادة زملاء الأعزاء رؤساء الجامعات والقيادات وعمداء الكليات وأعضاء التدريس لازم يستكملوا هذا الدور مع أبنائهم الطلاب، التواصل لمعرفة طريقة أفكارهم، لازم نؤثر فيهم ونتأثر بهم ونعرف طموحاتهم وأملهم، ونتكلم على الانتماء لمصر. مصر هي قضيتنا الكبرى، و كلنا بنشتغل من أجل هذا الوطن، وبالتأكيد اللقاءات والتواصل مع الطلاب هيزود الانتماء إلى هذا الوطن. رأيك حضرتك يا فندم يعني فيها نوع من أنواع المشاركة، فكرة الفترة الجاية هل يمكن أن تشهد يعني تغيير فيما يتعلق بالمناهج وتغيير في ثقافة المناهج الموجودة حاليا في هو ده مستهدف بالتأكيد، وما تنساش ان احنا عمر الوزارة اسبوع واحد، فيعني الطموحات كبيرة، في برامج عديدة احنا ما بننامش. يعني انا حتى في ايام العيد في الاجازة انا كان في الوزارة موجود وبشتغل اكتر من 14 ساعة في اليوم في ايام العيد. فاحنا عندنا ملفات كتيرة، من ضمن هذه الملفات ما سألت عنه سيادتك، وهو الجزء الخاص بتطوير العملية التعليمية والمناهج والمقررات الدراسية. ده جزء مطروح، وبالتأكيد احنا محتاجين نزود البنوع عليه المهارات السكيلز للطلاب، محتاجين نثقفهم في كيف يبدأ مشروع جديد، كيف يستطيع أن يعتمد على نفسه، كيف يستطيع أن يوفر لنفسه فرصة عمل. خلق هذه المهارات في عند الطلاب بتزيدهم ثقة في قدراتهم على التعامل مع المجتمع بعد التخرج. انتخابات فندم البرلمانية على الأبواب، يمكن الجزء الأمني، مسألة برضو الاطمئنان على النواحي الأمنية برضو، سواء أولياء الطلاب أو الإسكندرية تحديدا والأوضاع السياسية. الجامعات مستقرة والجامعات ما فيهاش مشاكل أمنية، وإن شاء الله هيبقى عام دراسي آمن موفق. إحنا السنة اللي فاتت كان عندنا ظروف جيدة، قضينا عام كويس، السنة دي إن شاء الله يكون أفضل. الممارسات الحزبية والانتخابات لا مكان لها في الجامعة، لا مكان لها في الجامعة، أنا بأؤكد وأرجو إن ما يعرضش أبنائنا الطلاب أنفسهم لمخالفات قانونية هيحاسبوا عليها لو أرادوا إن هم يقحموا الجامعات المصرية في قضايا هي مش مهتمة. لو في رسالة فندم بتوجهها لأولياء الأمور. أولياء الأمور يسعدوا بأبنائهم، يسعدوا بعام دراسي، واطمئنوا إحنا موجودين علشان
أولادنا يحصلوا على تعليم جيد في مناخ جيد، مفيش مشاكل أمنية، مفيش إن شاء الله ما يعكر صفو هذا العام. أخيرا يا فندم، فيما يتعلق كانت مشاكل سابقة بخصوص أحد الملفات التوزيع الجغرافي، يعني هل هناك رؤية جديدة أم يعني في استكمال؟ لا، هناك رؤية وناقشناها وما زلنا. التوزيع الجغرافي هو أحد المعايير أو أحد المشاكل اللي اشتكى منها الناس. أنا لما أجي النهاردة أرصد أن كم التحويلات كبير قوي من الطلاب بعد انتهاء أعمال مكتب التنسيق، هذا بيعني في حد ذاته أن كان هناك شيء يستحق أن يراجع. من ضمن هذه الأمور كان التوزيع الجغرافي، يعني الناس بتحول علشان تحل مشكلة. طب أنا من الأول أضع معايير تجنبني هذه المشاكل. التوزيع الجغرافي ليس وحده، ولكنه من معيار من معايير أخرى بيتم مراجعتها، واللجان هتبدأ العمل فيها من الأسبوع القادم لتقييم تجربة العام الماضي والأعوام السابقة والانطلاق منه إلى معايير أفضل تحقق سهولة الحياة للناس. احنا عايزين رايح الناس، انا مش عايز حد يتعذب ولا يتغرب. اذا كان بامكاني ان انا احلله مشكلته اكيد هنحلها.